بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نقدم الطيور ديالي البكتيريا النافعة إن شاء الله الرحمن الرحيم. البكتيريا النافعة أنا كنقدمها عبارة عن الماء ديال الحمص. كنحط الحمص في شي إناء لمدة ديال 24 ساعة تقريبا أو أكثر حتى تيطلق مزيان الماء، وتناخذ هذاك الماء وتنعمرو في المشربيات وتنعطيه ليهم. دابا انا مشيت درتو في البارح، بايت في الحمص في الاناء، اللهم لك الحمد والشكر، راه طلق. انا غادي نمشي نوري لكم فين وجدتو، وغنعمروا الطيور ديالي ان شاء الله الرحمن الرحيم ونقدموا ليهم. راه مزيان، كاينه هاد الطريقه وكاينه طريقه اخرى. كنشد المشربيات وكندير فيهم حمصة تنجي تنضعف في المشربية. أنا تنقي الماء تنحط فيه حبة وحدة ديال الحمص ونخليها، وهي كتطلق وكتطلق هذيك البكتيريا ديالها، وداك الشيء تتولي بكتيريا نافعة ولله الحمد. اللهم لك الحمد والشكر، ونطلب الله سبحانه وتعالى يوفقنا. هذا الشيء اللي كاين إن شاء الله الرحمن الرحيم. خليكم معنا تنقدم الطويرات ديالي. هاد الحمص الماء، هي الماء ديال الحمص ان شاء الله. ايوا هادشي اللي كاين. ما تنساوناش من الدعاء ديالكم. تنشكر الاخوان، جزيل الشكر للاخوان اللي راسلوني واللي اهتموا بالفيديوهات السابقه ديال القرنفال والفيديوهات كاع اللي تنصيفط تياخذوا منها معلومات اولا كنناقشوها ولا. اللهم لك الحمد، هذا كما قلنا هذا هو البروغرام ديالي اللي تخدم به سنويا. هذا هو اللي تخدم به سنويا. ايوا نتوما الله خير. هذا عدد الاقفاص اللي عندي ديال الانتاج كما كنت قلت، في البادجي وفي الكنار. بالمناسبه الطيور ديال البادجي غنحيدها كلها ان شاء الله الرحمن الرحيم، ويدير الله خير، نخلي غير الكنار. بسم الله ما شاء الله. شوف الاخوان، هذا دابا اللي تيبان لكم هنا، هذا هو الماء ديال الحمص. الماء ديال الحمص راه بكتيريا نافعه للطيور، فايت هضرت عليه في الفيديوهات السابقه ديالي. انا كنجيب الحمص كنفزقو المده ديال نهار كامل 24 ساعه ولا اكثر، وتنصفيه وكنعمروه وتنديروه في مشربيات الطيور وكنقدموا ليهم. هادشي اللي كاين الاخوان، هادي هي البكتيريا النافعه اللي تنعطي للطيور. الا ما درتش هاد الطريقه هادي، كنهز الحمص كولا مشربيه كندير فيها واحد الحبه ديال الحمص وتنخليها تما واحد اليومين، ونعاود نحيدها كتطلق داك الماء ديالها، وكنحيد داك الماء ونعاودو. هادشي اللي انا نوريكم دابا في الاقفاص. ها انتوما راه نقدمو دابا الكميه، راه قليله شتي. انا قدمتو، والاول اللي تنقدموا اليوم هما الطيور اللي عندها فراخ صغيره كتوكل، هما كنعطي لهم الاولين ان شاء الله الرحمن الرحيم. دابا انا غنعطي لهادو يعني. بسم الله ما شاء الله. هادو هما راه عندهم الصيغه ديالهم، ها هما والأنثى. اللهم بارك، راه حاضنة من جديد. هادو حتى هما الأنثى راه حاضنة، هاي عندها واحد الصغير هنا، نشوف. أهو اللهم بارك، إوا نتمنى الله. هادو حتى هما اللهم بارك، عندها وليدات، إوا نطلب الله يوفق. هادو هاد البلون ريسيسيف، هي عندها الصغار ديالها، هاهما فرقتهم، وراه بدات اللهم بارك كدير في العش ديالها الثالث. هذا العش ديالها الثالث، العش ديالها الأول راه عندها وليدات، هاهما في المسرح، هاهما في المسرح. الله يوفق الجميع إن شاء الله الرحمن الرحيم. هادو حتى هما وليدات، هاهما.
هادو الابوين ديالو راه بداو تيديروا فيه العش الثاني ديالو. نطلب الله التوفيق. غير فاطسة حتى هي راه حاضنة اللهم بارك. ما صدقوليهاش الصغار الاولين والثانيين. دابا ان شاء الله راه مقرر باش نحيد ليها البيض ديالها ونعطيه الانثى اخرى تحضر عليه باش نصائح ان شاء الله الرحمن الرحيم. بالنسبه لهاد الايام هادي ديال التقلبات ديال الجو اللي تيتغير خاص الحيطه والحضر راه نشوفوا. هذا النموذج اللي تخدم بها الاخوان ديال هذا العام راه فايت هضرت عليه. هادي الترموسطة ديال الحراره هاي راه تكون تتبان لكم. راه المهم هنايا انا هنايا داير هذيك الترموسطة تخدم الى طلعت الحراره. دابا هنايا الحمد لله عندي درجه الحراره 20 يعني ما هابطه ما والو باش ما يطلعوا ليش الفراخ لا في غير الريش ولا عاود يهبطوا ثاني يجيهم البرد اللي يمرضوا ولا شي حاجه. يعني واحد الحراره معتدله اللهم بارك. نطلبوا الله خير سبحانه وتعالى. هادي راه داه الشريج هذا كنحيد له هادي الا بغيت نحيدهم الا كنت باقي باغي شويه ديال الهواء اكثر من هكا تيتنفسوا. الفونتيلاتور انا قلت لكم كاينه اكستراتور ها هي كاينه اكستراتور الفوق وكاينه فونتيلاتور ها هي لتحت ها هي كما تشوفوا. هادي فونتيلاتور هاديك اكستراتور هادي كتدخل اخرى كتخرج باش كيدور الهواء داخل الغرفه ديال الفراخ. هذا غير بالكو وفايت هضرنا عليه وفايت درت عليه فيديوهات كيفاش صاوبتو الفريخات ديالي. وانت ديال الفايو راه هي حاضنه عندها واحد الصغيره هو طب الله يوفق. يعني واحد الكولور خرج فيه جميل نطلب الله حتى يدوز من البداله ونشوف. هادي حتى هي راه عندها صغار الصغار ديال الاولين راه هما في المسرح. دابا عندها صغار هادي الزين هادي ديال المزرعه الصغار ديال هاديك راه هما في المسرح حتى هما صفر سبحان الله العظيم. الله يوفق الجميع ونمشي نكمل الماء للطيور ان شاء الله.